قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الإخلاص 80 مرة بني له قصر من الذهب في الجنة. هل هذا الحديث صحيح؟ لا أصل لهذا الحديث فيما أعلم، وقراءة سورة الإخلاص فيها فضل عظيم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة، ففضلها عظيم بما تشتمل عليه من صفات الله سبحانه وتعالى. ولأن رجلا كان يقرأ بها في صلاته ويكثر من ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته لها ومداومته عليها، فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك لها أدخلك الجنة. فهي سورة عظيمة بلا شك. أما ذكر هذا الحديث وما فيه من المضاعفات، هذا لا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.